السلام عليكم، أنا سام. في هذا المقطع سأريكم طريقة الخروج من عالم النذر، وبالضبط الصعود فوق البيدروك. والآن تابعوا المقطع. أول شيء نحضر الأندر بيرل. ثم نحفر إلى فوق، بالضبط إلى ارتفاع 125. سنجرب قبل ذلك الصعود إلى أي ارتفاع، مثلا 122، ونجرب الأندر بيرل إذا كانت ستأخذنا إلى البيدروك أم لا. هي لن تنجح، لكن سأريكم الطريقة. نرمي الأندر بيرل بالضبط بين هذين البلوكتين. وكما ترون لم تأخذنا إلى أي مكان، لأننا لم نرتفع إلى الارتفاع المطلوب. الآن نعيد الكرة. يجب أن ترتفع إلى ارتفاع 125. اضغط F3 وستظهر لك الإعدادات، عفواً الإحداثيات. تبقى تبحث حتى تجد ذلك الارتفاع. أظن أنه هذا هو الارتفاع المطلوب. نعم، 125 كما ترون في الإحداثيات. الآن نحن فوق البيدروك. يجب أن تكون قد أحضرت معك الأوبسيديان والقداحة لتشغيل البوابة، لأنك إذا علقت هنا لن تستطيع العودة إلى عالمك إلا إذا مت. كما ترون عدنا للعالم عادي جدا. وفقط كان هذا كل شيء. لا تنسوا اللايك إذا أعجبكم المقطع، وإلى اللقاء في مقطع آخر.